دعايات التهميش، سياسه التهميش ولا وعدم التمييز الايجابي الموجود. نوفمبر سجلنا برسك 3-4 حالات في السنة الأولى، معناتها فم صغيرات جابوا التحاليل عرفنا اللي هم إيباتيت أ. أنا بنتي ما وجعتنيش، كنت جت مريضة مرض خايب، كانت طلعت من المدرسة وضربتها كرف أكسيدون ما توجعنيش. أما شنو اللي وجعني اللي هو الإهمال. فاش إهمال؟ مش إهمال فيها هي، إهمال في المدارس، معناها في التعليم، في مدارس التعليم. وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها، وزارة التعليم تحمل مسؤوليتها، وزارة التصور في مخ هي صالحة الشرب على الأقل يا رسول الله. المسؤولين الصحيين والمسؤولين في وزارة التربية جاءوا معاينة، جاءوا نهار سبت، اللي الأقسام المنتشرة فيها الحالات ما تقرأش. عندك تحذيري سنة أولى سنة ثانية هي أول الانتشار الحالات، معناتها الأطفال هذوم ما صارتش، معناتها صارت نقولوا تعدية عادية. لا ما اذا كان ما قلناش اقل من العاديه. طبيب جا لهنا ما حبش يعطيني لصغاري يقروا سنه ثانيه وسنه ثالثه، ما حب مريضين ما حبش يعطيني، وتناقشني ويا لهنا ومشيت حتى للسبيطار في بير علي ما حبش يعطوني تحاليل. مشيت حللتها البر ناظر يشوف يقول لك ما عندكش، وقت اللي نمشي ونحلل الصغير نلقاها مريض. هزينا لهنا لبير علي اعطونا يرجعون جواب، قالوا على دار سباقس، هزينا لسباقس، سباقس قال لك برا حلل لها البر. مشينا عملنا لها تحليل في لابوراتوار البرا خاص، هازينا لها من التحليل، قال لك صحيح البنيه هذه راهو عندها بوسفير، اما برا روح بها للدار خلت ترتاح 15 يوم، وعاود رجعها لنا. مشينا اليوم باش نشوف وما لقينا حد في السبيطار باش نحللوا لها، مشينا للبريفي، قال لي 60 دينار، 60 دينار ولد عمي ما عنديش باش نحللها البنيه هذه، البنيه هذه معناها مصيرها يمكن كي مريم زهمول بس. اذا كان بامكان الطبيب المدرسي ان يستجيب للمواطنين لانهم في حاله ذعر. هذا مدير جهوي في علمه ولا أخفي سرا، وأنا من طبعي الكلام نقول للشخص في وجهه، ثم عملية تواصل مع المواطن، يجيني مفجوع نعرف كيفاش تعمله. احنا منطقة مهمشة بدرجة أولى من ناحية الماء صرع الشراب، قاعد يوصل نهار وأربع أيام ما ثماش. هذا من اين تتحدث لي عن النظافه اللي هي من وراء النظافه ثم فيروسات وثم امراض قاعده تنتقل. مدارس الريف الكل 52 و 53 مدرسه في بيرالي والليسيات، فهمني كلهم نفس الواحده نفس الاطار، ما تقولش هاو كذا ولا كلها مدارس كيف كيف. الفريق العادة يتكون من طبيب واثنين ممرضين، ما يوصلوش باش يبلغوا حتى لا مجال للتثقيف الصحي، لا مجال، لان الكم الهائل من المدارس وجغرافيتها المتباعده على بعضها ما تعطيكش فرصه باش تؤدي رسالتك على احسن وجه. ابسط حاجه الاطار التربوي ما عندهاش دورة المياه ما عندناش الإطار التربوي، تجي تقري خمسة سوايع وتروح، ما عندناش دورة مياه. الماء من جمعية تنموية، معناتها يقولوا الأولياء اللي الجمعية معناتها فما ركود متاع ماء غاديك، بقيت ولا العام 25 يوم من غير ماء مخصوص عليها، معناتها تصور أنت تولدت مدرسة من غير ماء 25 يوم، كيفاش الروائح توصلنا حتى للقاعات معناها من المدرسة. مياه صالحة للشرب ما ثمش. صغيرات يمشوا ويقروا، وانت تعرف صغيرات معناها باش يشرب ماء من شيش ماء ساعات ما يجيش يدخل فمه باش يمص يشرب، هذاك مريض وهذا لبس عليه ويرتاح وكذا يجي يغيره نفس صغار، ما صغارنا هذاك هو معناها هذيك سنة الحياة، معناها يلعب مع بعضهم ما يعرفش المخاطر شني، حتى كي تنصحوا وما يدريش هو بريء ماشي يقرأ روحه يركب تولد كذا. مراسلات معناها شفت مشيت للمدير ومشيت لواحد لقاها مراسلات من 2014 معناها باش يصلحوا البلوك سانيتير باش يجيبوا ماء صالح للشرب. تصور انت ماء معناها يجيبوا لهم في صهريج ولا ستير نقولوا بلغتنا العاميه تاع ماء
تصور انت معناها يشرب بالواحد وتشرب فيه يشرب فيه المريض بالصحيح. احنا عندنا حاليا من ابريل 2015 المقص الوحدات الصحيه هذه ما عادش نجموا نستعملوهم يوميا. بعد ما ياكل التلميذ النمجه نتاعها الصباحيه ولا المسائيه ما يلقاش باش يشرب حتى الماكينه حيناها من الجمعيه. تعهد الوالي حرفيا وكتابيا تعهد باش يرجع الماء في اقرب وقت معين. لحد الان ما تمش ماء تو ما جاش الماء. اي وزارك كيفاش يتصرفوا على قلة الحاجات اللي كيفاش تعملوا باش احنا الصغار نكلموا اولياءهم نقول لهم كل واحد يجيب دبوزه ماء معاه يوميا هوني. ما كانش يكلموا البلديه تجيب لنا صحيح تاع ماء هوني اللي جاتنا الوحده الصحيه المحليه اللي قال غير صالح للشرب الا تنظيفها. الإطار تايبو يجيب ماء من الدار والأولياء والتلامذة يجيبوا ماء من الدار. ننبهوا بحاجة هذه حاجة خطيرة، ننبهوا من التدخل الأمني. راهي وصلت تهديدات لبرشا ناس ووصلت راهي لو كان توصل حاجة راهو يتحمل مسؤوليتها الأمن. ولذا رانا ما ناش باش نسمحوا لأي تدخل أمني بالقوة. الناس عانت الناس فقر. تعرف الفقر ايش معناها؟ ما عادش مناطق الذل هذه مناطق الذل بعينها.